بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عناوين، والذي نمر من خلاله عبر مجموعة من المحطات مع صحافتنا المحلية والعربية والعالمية في مشوار يستمر لساعة من الآن. والبداية كالعادة مشاهدينا باستعراض لأبرز العناوين. الأحمر يتأهب للهند والعين على النقاط الثلاث. ما هو مصير العزاني بعد النتائج السلبية في غرب آسيا؟ ومحمد السهلاوي يتربع على قائمة هدافي العالم. الحكومة الكويتية والأولمبية الدولية نقاش لتسوية الأوضاع. وعالميا مودريتش يؤزم وضع الملكي بعد إصابته مع المنتخب الكرواتي. في البداية مشاهدينا الكرام، يسعدني أن أرحب بالزميل العزيز سعيد الهنداسي، صحفي بجريدة الشبيبة. أهلا وسهلا بك سعيد. أهلا بك. إذن كالعادة مشاهدينا، نفتتح جولتنا في الصحافة المحلية من صحيفة الوطن، والتي غطت تحضيرات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المرحلة الجديدة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 وآسيا 2019، لتخرج لنا بعنوان قالت فيه إصرار، حيث يبدأ منتخبنا الوطني مرحلة جديدة من التحضير لمواجهة الهند غدا على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة. منتخبنا الذي يملك في رصيده 8 نقاط متساويا مع المنتخب الإيراني سيكون مطالبا بتحقيق العلامة الكاملة وتسجيل عدد من الأهداف قد يساعده في نهاية المشوار في تصدر المجموعة. إذا المنتخب الوطني واصل تحضيراته للقاء الهند، ولاحظنا أن لوغوين أبعد اللاعبين عن الجماهير وعن الإعلام في الأيام الماضية. لقاء الهند أو يعني لقاء منتظر، وننتظر من خلاله النتيجة بالإضافة لعدد جيد من الأهداف واستمرارية أيضا الأداء الجميل اللي قدم المنتخب أمام إيران. يعني يمكن إجمالا الأجواء اللي يعيشها المنتخب حاليا يمكن هي تشعر اليوم هناك في احترافية حتى في عملية الإعداد للمنتخب. لوغوين بعد مباراة إيران بدأ في التجهيز للمباراة القادمة من خلال البرامج المعد، التدريبات القائمة، حتى مسألة تواجد الإعلاميين في التدريبات هناك في وقت محدد يعطى لهم، وبعد ذلك يبدأ التدريب. إغلاق التدريبات يوم أيام معينة أيضا هذه من ضمن الأشياء اللي يمكن انتهجها المدرب في هذه الحالة. نتمنى فعلا هذا البرنامج يؤتي ثماره في المباراة القادمة، إذا ما علمنا أن الهند ليست إيران، بالتالي عملية الفوز بأكبر عدد من الأهداف أمر مطلوب جدا. المحاولة قدر المستطاع للاستفادة من كافة العوامل المساعدة، سواء كان على أرضك، جماهيرك، الفريق اللي تقابله، عدد الأهداف اللي نتمنى نشاهده في هذه المباراة، كل هذه إن شاء الله نتمنى تكون حاضرة في مباراتنا يوم الثلاثاء القادم. طيب، يعني احنا عارفين أنه في حال تذيلت الهند المجموعة كما وضعها الحالي، من المنتظر في النهاية أن تخصم نتائجها، وبالتالي أيا كانت النتيجة أمام الهند ربما لا تضيف الكثير بالنسبة للمنتخب مع النهايات. اللاعبين لا شك أنه عندهم علم بهذا الأمر، تأثير النفسي أيضا على اللاعبين، هل ممكن يكون له وقع يعني بشكل أو بآخر على اللاعبين؟ دائما متى ما أبعدت اللاعب عن أي ضغوطات تخص المباراة تستطيع أن تأخذ منه الكثير. بالتالي اليوم ما في شيء ممكن تخفيه عن اللاعب، سواء كان خبر، سواء كان معلومة غيرها، ولكن تبقى مثل هذه الأمور واردة، ولكن يبقى أن لدينا لاعبين يعلمون أهمية لقاء الهند بغض النظر بأن قد يكون هذه الأهداف غير مأخوذ بها في نهاية المطاف، ولكن يبقى لا تنسى أيضا أن أنت تلعب مع منتخب تريد من خلاله أن تنافس المنتخب الإيراني، لأن يعتبر الآن المنتخب الإيراني هو المنافس الأول إذا ما استثنينا غوام في هذه الحالة، ولكن يبقى يجب عليك أن تصل إلى مباراة إيران وأنت بكامل عدد من النقاط حتى جميل. تصل إلى مستوى تستطيع أن تنافس فيه أقرب منافسينك. جميل. زميل العزيز سعيد الهنداسي، صحفي بجريدة الشبيبة، قدم شكره للجماهير الوفية التي آزرت المنتخب الأول أمام إيران، وتساءل عن دور القطاع الخاص في دعم المنتخب الأول بعد ما جاد به الكاتب، نقرأه من صحيفة الشبيبة. نعم،
شكرا نقولها من الأعماق لتلك الجماهير التي زحفت وتواجدت في مدرجات مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مباراة منتخبنا مع المنتخب الإيراني لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 ونهائيات أمم آسيا الإمارات 2019 في ليلة جميلة شهدت عودة الروح للمنتخب بوجود عشاقه من جماهير الأحمر الوفية. ولأنهم أوفياء من واجبنا أن نقول لهم على أقل تقدير شكرا لهم، ونستمع لما قالوه بعد المباراة عن المنتخب في ليلة كنا فيها إلى الفوز أقرب، ولكن قدر الله وما شاء فعل. خرج الجميع وعلامات الرضا ظاهرة عليهم، شاهدوا فريقهم الذي أمتعهم والذي كان الحماس والتضحية شعارا، وشاهدوا لاعبين يبذلون جهدا مضاعفا من أجل إسعاد جماهيرهم ورسم ابتسامة على محياهم. فكانت تحية اللاعبين لهم في كل أوقات المباراة ومطالبتهم لهم بالاستمرار والتشجيع، فلم تبخل تلك الجماهير على اللاعبين بالتشجيع. مع كل الشكر والتقدير للمبادرات الفردية التي ساهمت بها مجموعة من الأفراد الغيورين على منتخبهم الذي يحمل اسم الوطن الغالي، ومع كل المناشدات والأمنيات والمطالبات التي قدمتها الجماهير ورؤساء الأندية وممثليهم في ضرورة تواجد القطاع الخاص ودعمه لمسيرة الرياضة العمانية وكرة القدم بشكل خاص، إلا أنه ومع كل هذه المناشدات لم تحرك ساكنا من المعنيين والمسؤولين في القطاع الخاص. ومع كل تقديرنا لبعض المؤسسات التي تقدم الدعم للمنتخبات بعد أن تحقق الإنجاز في رياضات مختلفة، إلا أن هذه المؤسسات يجب أن تعلم أن دورها ودعمها لا يقتصر فقط عند تحقيق هذه الإنجازات بقدر ما يكون قبل ذلك، لأن هناك منتخبات ربما تحتاج لمثل هذا الدعم في الإعداد للمنافسة وليس بعد المنافسة. إذن سعيد، حضور جماهيري كان مميز في لقاء منتخبنا أمام المنتخب الإيراني وأشادب كثيرا كما أشادب الجميع، طبعا جميع من تابع هذا اللقاء. نعم. القطاع الخاص من جديد يطرح هذا الموضوع في أهمية دعمه للرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، تعتقد أنه لا زال الدور يعني منتظر أن يكون أكبر من القطاع الخاص في المرحلة القادمة؟ بداية كلمة الشكر التي يمكن قلناها للجماهير ونقولها دائما، اللي يبدأ الدور الأهم اليوم على القطاع الخاص. اليوم كل شرائح المجتمع تعلم أهمية وجود قطاع خاص على مستوى الدولة. مثل هذه المؤسسات التي يمكن متواجدة وبكثرة هنا على السلطنة وتستفيد كثيرا من الأشياء توفرها الدولة ويعود عليها بالربح والوفير، ما يمنع اليوم أن يكون لهذه المؤسسات أيضا دورها الاجتماعي، وما في أهم من ذلك من الدول القطاع الرياضي اللي يضم شريحة كبيرة من الشباب. للأسف اليوم إن دول القطاع الخاص قد يكون لا يذكر وإن ذكر في مؤسسة أو مؤسستين فقط، أما الباقي فهو بعيد كل البعد عن هذا القطاع. لذلك فعلا اليوم إحنا في أمس الحاجة إلى هذا الدور. أيضا خلنا نقول لابد من حراك قانوني إذا صح التعبير في هذا الجانب، لأن اليوم إذا هذه المؤسسات بهذا الكم الهائل الموجود بهذا العائد المالي الكبير الذي تحصل عليه ولا يكون هناك لها دور اجتماعي رياضي ريادي، أتوقع هناك في خلل لابد من مراجعة هذه الأمور حتى فعلا اليوم نجعل من هذا القطاع مهم جدا في مجتمعنا. طيب، أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم انتداب جيمي هاوشون الخبير الفني بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمساهمة في تطوير وبدء عمل دائرة البراعم والفرق الأهلية، وذلك بتعاون بين اتحاد الكرة والأندية. صحيفة الزمن تابعت فكتبت تقول: اتحاد الكرة يتعاقد مع خبير لتطوير الفئات السنية. الخبير الذي أمضى 15 عاما من العمل في الاتحاد الإنجليزي كمدير للتعليم والتطوير وعشرة أعوام لدى نادي نورويتش الإنجليزي كخبير لتنمية المواهب في الفئات السنية بالنادي. وجاء انتداب هاوشون بعد طلب من الخبير الفني لاتحاد الكرة جيم سيلبي، وسيستمر عمل هاوشون في إدارة هذا البرنامج لمدة 3 أشهر، وكذلك إعداد كوادر عمانية قادرة على إدارة البرامج الفنية المخططة بإشراف الإدارة الفنية. إذن بعد الأسترالي جيم سيلبي، الآن هاوشون الإنجليزي، الاتحاد يلجأ من جديد إلى خبير فني، بالرغم من أنه
تجربة سلبي لم تضف الشيء الكثير بالنسبة لنا خاصة على مستوى المراحل السنية. رأيك في هذا التعاقد وأيضا الإضافة المنتظرة من هذا الرجل هاوشن؟ بداية لابد أن نحدد مهام هذا الخبير والإضافة المتوقعة منه، لأن قلت له المراحل السنية راح يكون المراحل السنية في رأي الشخص اليوم قطاع مهم جدا وهي الأساس، ولكن يبقى ما الذي نريده من هذا الخبير في هذا القطاع تحديدا؟ احنا يمكن كانت لدى تجارب كثيره في مدارس الناشئين وغيرها من القطاعات، لكن اليوم هذا القطاع يعني يمكن في فتره من الفترات كان بالنسبه لنا هو الشمعه المضيئه اللي قدمت منتخبات على مستوى العالم. اليوم تواجد هذا الخبير نتمنى لا يكون مجرد اسم يضاف الى الخبرات والخبراء السابقين بقدر ما يقدم لنا فعلا هناك اضافه. تحديد المهام أمر مهم، متابعته أيضا من قبل القائمين على البرنامج نفسه، بعد ذلك إعطاء مدة زمنية معينة وانتظار النتائج التي يمكن أن يقدمها. في حالة نجاح هذا الخبير أتوقع أنها تكون خطوة جريئة من الاتحاد نفسه وخطوة في المسار الصحيح، ولكن متى ما فشل فلا بد أيضا أن نعيد حساباتنا في مثل هذه الإضافات، لأننا لسنا بحاجة إلى خبراء لمجرد خبراء بقدر ما محتاجين خبراء للإضافة الحقيقية على منتخباتنا. جميل، وهذا ما نرجو بطبيعة الحال من هاوشن في الفترة القادمة. لم يتواجد اسم السلطنة في قرعة بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 3 لغاية 7 من نوفمبر المقبل، رغم أنه يحمل لقب قارة آسيا الذي انتزعه في إبريل من العام الجاري. الزمن رصدت غياب أحمر الشواطئ، فكتبت تقول: منتخب الشواطئ يغيب بصمت عن بطولة القارات بدبي. المنتخب انسحب أو اعتذر دون إعلان لأسباب هذا الاعتذار، لتتواجد إيران بديلا لمنتخبنا في البطولة التي تعد أكبر البطولات بعد كأس العالم. وكان المدرب الوطني طالب هلال قد قدم خطة لاتحاد الكرة لإعداد الفريق الإعداد الأمثل لهذه البطولة، آملا في تحقيق نتائج إيجابية وتسجيل حضور عماني في بطولة القارات. للحديث أكثر مشاهدين الكرام عن هذا الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف الشيخ منصور الحجري، عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم والمشرف على منتخب الشواطئ. مساء الخير شيخ منصور. مساء النور الأخ أحمد. أهلا وسهلا بك. يعني أعتقد أنك تابعت الخبر معنا، مدى صحة هذا الخبر ولماذا يغيب المنتخب الوطني عن هذه البطولة؟ فعلا الأخ أحمد طالعتنا جريدة الزمن بخبر اليوم كما أسلفت بغياب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية عن بطولة القارات. في حقيقة الأمر الاتحاد العماني لم يبعث أي رسالة تفيد بالاعتذار عن مشاركة في هذه البطولة، كما أنه لم يتلقى أي دعوة حتى اليوم لهذه البطولة، ولا نعلم مدى يعني كيف تكون هذه البطولة وكيف شكلها، ومدى يعني جريدة الزمن من يعني كيف اطلاعها على الخبر، او هل هي فعلا بطولة القارات او انه اول طيب اي بطولة هل اخرى. هل حاولت الشيخ منصور ان تستفسروا عن هذه البطولة وهل هي فعلا بطولة القارات؟ في حقيقة الأمر هو الاحتمال وارد أن تكون بطولة القارات، ولكن هنا أيضا علامة استفهام. يعني تعرف المنتخب العماني هو بطل آسيا ومن بعده المنتخب الياباني، ويأتي المنتخب الإيراني في المركز الثالث. فمن الطبيعي إذا 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 كان في اعتذار من صاحب المركز الأول أو ما شابه ذلك، فيحل مكانه المركز صاحب المركز الثاني. فحقيقة الأمر لا ندري يعني، وليس معنا اطلاع أو اعتذار من الاتحاد العماني عن هذه البطولة. طيب هل بادرتوا للسؤال؟ يعني في النهاية منتخبنا كان بطل آسيا والمنطق يقول بأن يشارك في هذه البطولة. يعني من مصادرنا الخاصة عرفنا بأنه الشركة الراعية لهذه البطولة هي من اختارت بعض المنتخبات، وبالتالي لم تختار منتخبنا الوطني بالرغم من أن المنطق يعني يحتم وجود المنتخب الوطني في هذه البطولة. تعليقك، وهل من وقفة أيضا ربما تكون لكم في قادم الأيام؟ تعرف على الصعيد الرسمي كما أسلفت لك، أما على الصعيد يعني المكالمات الجانبية والاستفسارات فعلا يعني سمعنا كلام والله أعلم بصحته، إن يعني الفيفا أعطى صلاحية للشركة المنظمة لهكذا بطولة أن تختار المنتخبات ذات الطبيعة الجماهيرية الأكثر يعني.
فهل هذا الخبر صحيح؟ لا علم لنا له كموقف رسمي من الاتحاد العماني لكرة القدم، ولم نعتذر ولم نتلقى أي دعوة في لكن هل سوف تبادر للسؤال على أقل تقدير في الأيام القادمة للتأكد أكثر عن طبيعة البطولة وعن أسباب أيضا عدم استدعاء المنتخب للمشاركة فيها؟ شيء طبيعي ان احنا سوف نتواصل، يعني احنا الخبر اللي اليوم فقط يعني طالعتنا في جريدة الزمن، وهي من الجرائد او على الاقل الجريدة الوحيدة اللي تتابع ما شاء الله يعني المنتخب، ودائما وجريدة يشكر لها يعني المتابعة اللصيقة للمنتخب الشواطي، وخاصة في البطولة الأخيرة بعثوا مندوب او صحفي الى البرتغال في عند المشاركة نهاية كأس العالم للتغطية المباشرة، فنحن في طبيعة الحال سوف نتابع الموضوع عن كثب، واكيد ستكون لنا وقفة وموقف يسجل الاتحاد العماني اذا كانت هذه البطولة فعلا هي بطولة القارات التي نظمها الاتحاد الدولي. جميل جدا، شكرا جزيلا لك شيخ منصور الحجري عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم المشرف على منتخب الشواطئ. الكاتب في صحيفة الزمن وليد جحزر تساءل عن وضع المدرب الوطني حمد العزاني مع المنتخب الأولمبي، وهل يستمر مع الأولمبي أم أن اتحاد الكرة سيكون له رأي مخالف ويفض العلاقة معه بعد عودته من بطولة غرب آسيا بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها. تثار التساؤلات في الوقت الراهن عن مدى استمرارية المدرب الوطني حمد العزاني في قيادة المنتخب الأولمبي بعد سلسلة إخفاقات كان آخرها بطولة غرب آسيا، حيث تعرض المنتخب لخسارتين من الإمارات وسوريا والعودة من الدوحة خالي الوفاض. وكان الأولمبي قد خاض بقيادة العزاني استحقاق تصفيات سابقة للوصول إلى نهائيات آسيا، ولكنه لم يوفق أيضا، واعتبر مراقبون أن بطولة غرب آسيا الأخيرة كانت بمثابة اختبار حقيقي لخلاصة تجربة فنية استمرت لأكثر من عام ونصف بين العزاني والمنتخب الأولمبي. ولا يعرف فيما إذا كان اتحاد القدم سيواصل منح العزاني الثقة لمواصلة المشوار مع المنتخب الأولمبي، لكن المنتخب في النهاية هو امتداد لمسيرة قادمة للمنتخب الأول وسط وجود أكثر من اسم حاضر في حسابات المدرب الفرنسي بول لوغوين خلال المرحلة المقبلة بين الصفوف الأولمبي. وشكى المدرب العزاني في أوقات عدة من محدودية المواجهات الإعدادية وصعوبة تأمين مواجهات تحضيرية قوية خلال مراحل الإعداد المختلفة. ومنح القدم الثقة لأكثر من مدرب وطني في الأولمبي والشباب والناشئين بعد سلسلة نداءات صبت في هذا الاتجاه، ويراهن القدم على الأسماء الوطنية في الفئات السنية، لكنه مؤخرا عين خبيرا فنيا خاصا باستكشاف المواهب في المنتخبات السنية، ربما لتعزيز دور هذه المنتخبات وجعلها أكثر قدرة على المنافسة الدولية. وحقق منتخبا الناشئين والشباب لقب البطولة الخليجية في الدوحة مؤخرا وسط ارتياح الأجهزة الفنية التي رأت في الإنجاز الخليجي طريقا لمواصلة برنامجها في المنافسات القارية القوية. إذن وليد جحزر يطرح تساؤل، هل يستمر حمد العزاني أم يرحل عن المنتخب الأولمبي؟ دعني أسألك سؤال بشكل مغاير، يعني كيف تقيم مرحلة حمد العزاني حتى الآن مع المنتخب الأولمبي؟ بداية يمكن مسألة تقييم الأجهزة الفنية، ربما هناك من المختصين الفنيين من يمكن طيب أن يعطوا بدلوهم. كيف تقرأ النتائج التي تحققت حتى؟ قياسا على الفترة اللي يمكن تولى فيها كابتن حمد العزاني تدريب المنتخب الأولمبي تحديدا، تلاحظ اليوم ان العناصر اللي يمكن شاركت في الفترة الماضية او في المنتخب السابق هي عناصر ربما استفادت من تواجدها مع المنتخب الأول. في هذه المرحلة تحديدا اغلب العناصر يمكن خرجت من منتخب الشباب بأعمار سنية معينة، هو الذي اختارها تحديدا حتى لا تكون هناك في فارق في العمر، ينقصها الخبرة بلا شك، هذا أمر كبير وارد. اللي واضح اليوم أن المنتخب فعلا لم يحقق تلك الطموحات اللي ممكن نحن نتمناها من المنتخب الأولمبي، خاصة إذا ما علمنا أن التصفيات الأولية للأولمبياد كانت على أرض السلطنة وخرجنا منها دون أن نستطيع أن نتأهل إلى المرحلة الثانية. جاءت بطولة غرب آسيا اللي يمكن سعيد حديثا هذه البطولة النسخة الأولى،
على اساس ان اكتشاف ايضا بعض الاسماء اللي يمكن تفيد المنتخبات. للاسف صدمنا بمنتخبات ربما كان اعدادهم افضل منا في الفتره الماضيه، خسارتين يمكن على التوالي، المنتخب السوري والمنتخب الاماراتي. هل كان في فوارق كبيره بينهم او بيننا واياهم؟ هي الفوارق ليس في الامكانات بقدر ما هو الاعداد لهذه البطوله. يمكن احنا شاهدنا اعداد المنتخب الاولمبي لم يكن ذلك الاعداد، يمكن الكابتن حمد تكلم عن هذا الموضوع تحديدا. المنتخب السوري كان اعداده مثالي للبطوله؟ ليس مثاليا، ولكن لما تذهب الى بعض النماذج الموجوده واللاعبين الصفات الموجوده معهم بلا شك شاهدنا منتخب سوريا يمكن حتى على مستوى المنتخب الاول اللي خسر. اذا انت مقتنع بما قدم المنتخب الاولمبي حتى الان؟ ليست قناعه بقدر ما ان فعلا عندما نستطيع ان نعطي رأي أو لابد ما ندرس الأمور بشكل عام. كابتن حمد له تاريخه في هذا الجانب، ولكن يبقى هناك إخفاق، لابد ما تكون هناك في مراجعة بين الاتحاد وبين المدرب في عملية المرحلة التي قضاها حمد عزاني مع منتخب الأولمبي. طيب، عاد أن نهض بالنقاط الثلاث وثأر لنفسه من خسارته من صحار في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى في تنشيطية كأس مازدا للمحترفين لكرة القدم. صحيفة عمان تابعت لقاء النهضة وصحار وخرجت بعنوان كتبت فيه: النهضة يعود بالنقاط الثلاث ويثأر لخسارته من صحار، حيث تمكن النهضة من الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليرفع النهضة رصيده بهذا الفوز إلى سبع نقاط متساويا مع صحار بنفس رصيد النقاط. في دوره تفوق الخابورة على ضيفه صحن بهدف دون رد ضمن منافسات كأس مازدا. وفي خبر آخر، التزمت رابطة المحترفين بقيادة رئيس الرابطة الشيخ شبيب الحوسني الصمت إزاء انزعاج الأندية من بعث مذكرات متأخرة بتغيير ملعب مواجهات كأس مازدا وقبل 24 ساعة فقط. الزمن تابعت امتعاض الأندية حول تغيير الملاعب فكتبت تقول: مطالبة المحترفين بتقديم إيضاحات حول نقل ملاعب التنشيطي، حيث قامت الرابطة بتحويل المواجهات المحددة مسبقا في مسقط إلى ملعب مجمع صحار الرياضي، ورفض ناديا فنجا والشباب حضور المباريات في صحار، وظهرت أبعاد امتداد قضية المقاطعة المفاجئة والانسحابات كتقليعة لم تكن لتتكرر خلال مواسم سابقة. إذن الأندية منزعجة من تأجيل وتغيير أماكن مباريات بعض المباريات في بطولة كأس مازدا، ويعني في تساؤل مستمر مع الرابطة مع لجنة المسابقات عن هذه الأسباب. رأيك في البداية عن هذه التغييرات المتأخرة والمفروض من لجنة المسابقات والرابطة أيضا في قادم الأيام؟ أولا، دائما القرارات عندما تأتي بمواعيد محددة تكون الرابطة فعلا تتعامل بمعنى الاحترافية التي من المفترض أن تكون عليها. عندما يأتي تغيير مواعيد في أوقات حالية جدا بلا شك هذا يجعل من الأندية التي لديها مواعيد معينة يربك حسابات الأندية. الشيء الثاني، أنت لما تتغير من ملعب لملعب، ليست بالملاعب القريبة من بعض، نتكلم عن الملعب في مسقط المحافظة إلى محافظة أخرى في شمال الباطنة، بلا شك المسافة أيضا لها عامل تأثير في ذلك. هذه كلها أيضا عوامل تؤكد لك فعلا ان احنا بحاجه فعلا الى يكون هناك في تنظيم اكثر لهذا العمل. احنا لا في نسخه ثالثه سعيد من دوري المحترفين، ولا نتكلم عن نسخه تنظيميه يعني، ولا تنسى انك ايضا في بطوله تنشيطيه وليس دوري المحترفين. اذا كان هذا العمل الان في هذه البطوله التنشيطيه، ما بالك عندما ياتي العمل بعد ذلك في دوري المحترفين في جولات تحتاج فعلا الى ان ليس فيها اخطاء تنظيميه تحديدا. اذا الان بهذه الطريقه، نتمنى فعلا الاخوان في الرابطه ايضا يراجعوا حساباتهم في هذا الجانب، لان اليوم اي تاجيل ليس لصالح الدوري او البطوله بشكل عام. فايضا الانديه لها عذرها في هذا الامر، تتكلم عن برامج تنفذها، نعم، التزامات عليها وامور اخرى، فهذه كلها تداعيات ربما تحدث في مثل هذه المباريات، ولكن نتمنى لا تتكرر في لاحقا ان شاء الله باذن الله. يخوض منتخب الطائره اليوم اول لقاءاته في منافسات دوره الالعاب الخليجيه الثانيه المقامه منافساتها بمدينه الدمام السعوديه امام نظيره المنتخب القطري. عمان غطت تحضيرات منتخب الطائره فخرجت بعنوان قالت فيه: منتخب الطائرة يفتتح المنافسة أمام قطر وانسحاب الكويت يربك اللجنة المنظمة. ويلعب منتخبنا لقاء اليوم في وضع فني صعب بعد أن وصل المنتخب فجر اليوم بسبب تأخر وصوله من كوريا بعد ختام مشاركته في دورة الألعاب العسكرية، ولم يتمكن من أخذ قسط من الراحة حيث لم يتجاوز وصوله إلى الدمام وموعد لقاء اليوم أقل من 12 ساعة
ومن المتوقع أن يخوض المنتخب اليوم حصة تدريبية إحمائية خفيفة قبل خوض منافسات البطولة من أجل تهيئة اللاعبين فنيا قبل اللقاء. تواصل جهود اللجان المختلفة استعدادا لرالي عمان الدولي 2015 والذي سوف تستضيفه السلطنة خلال الفترة من الخامس ولغاية السابع من شهر نوفمبر المقبل، وذلك من خلال التحضيرات المبكرة. صحيفة الوطن تابعت فكتبت تقول: استعدادات كبيرة لانطلاقة فعاليات رالي عمان الدولي 2015 عفوا، وتشير المعطيات التي تتلمسها السلطنة في رالي عمان الدولي بالنجاح الذي نسعى إليه جميعا والدور الكبير الذي تلعبه الجمعية العمانية للسيارات، وبفضل وجود نخبة من الشباب العماني الذي يدير هذا الصرح الرياضي والذي استطاع أن يضع السلطنة على خارطة العالم الرياضي المعني برياضة السيارات. استعدادات مبكرة لحدث رياضي منتظر رالي عمان. أكيد، ورالي عمان يمكن من الراليات العريقة على مستوى العالم، وليس على مستوى الشباب فقط، بل هناك أكثر من محطة كان له حضور فيها. مثل هذه الراليات يحمد فرصة أيضا للعالم أن يتعرف على عمان من خلال تنظيم هذه الراليات والقنوات العالمية اللي تنقل هذا الحدث، سواء كان على مستوى العالم العربي أو حتى العالم الأجمع. الجهود لجمعية عمان السيارات أيضا جهود كبيرة يمكن تبذلها الجمعية من خلال مجموعة من المناشط على مستوى رياضة السرعة. التنظيم في هذه السباقات تحتاج أيضا لجهد وتعاون جهات معينة. أعتقد هذه كلها تنصب فعلا أن نشوف رالي عمان القادم فعلا من ضمن الراليات اللي لها وقع على مستوى خريطة العالم في المراحل القادمة إن شاء الله بإذن الله. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير وبعد ذلك ننتقل للصحافة العربية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نفتتح جولتنا في الصحافة العربية من المملكة العربية السعودية وبالتحديد في قضية اللاعب عبد العطيب بخصوص مستحقاته المالية، وذلك بتدخل رئيس اتحاد الكرة السعودي أحمد عيد. صحيفة الرياض غطت فكتبت تقول: العب بعيد يا أحمد عيد.
حيث أكد أحمد عيد بأنه لم يتدخل في شؤون مستحقات اللاعب الدولي السابق عبد العطيب، وقال في تصريح صحفي: ما تم تداوله عار من الصحة، ونحترم ونقدر الجميع، ونؤكد بأنه لم يتم الاتصال من قبلنا بالكابتن عبد العطيب الذي نكن له كل تقدير واحترام كلاعب قدم الكثير للكرة السعودية من خلال مشاركاته مع أندية الشباب والاتحاد والنصر، ومن خلال مشاركاته العديدة مع المنتخبات الوطنية. فقد اتصل بنا الكابتن عبدو للاستفسار عن الإجراءات المتعلقة به، وتم إبلاغه بأن هناك أنظمة وقوانين في الاتحاد ولجانه تكفل له حقوقه أسوة بجميع اللاعبين، ولم يتم التدخل من قبلنا أو من مجلس إدارة الاتحاد في موضوعه. أحمد عيد ينفي تدخله في موضوع اللاعب عبد العطيف ومستحقاته. يعني أعتقد في مركز رئيس الاتحاد في قضية شائكة من هذه القضايا، خاصة القضايا المتعلقة بحقوق المال وغيرها، أتوقع أحمد عيد سيكون أبعد من ذلك حتى لا يقع في مسألة القيل والقال في هذا الموضوع. وتأكيد على هذا الأمر يؤكد لك فعلا أن مثل هذه القضايا، خاصة في الدوريات التي بدأت فيها الاحتراف مبكرة على مستوى العالم العربي، تحديدا الدور السعودي وغيره، مثل هذه القضايا تكون حاضرة وواردة بشكل كبير. يعني يمكن أحمد عطيف ليس هو اللاعب الأول ولن يكون الأخير في موضوع الاستحقاقات المالية وغيرها، ولكن يبقى وجود رئيس الاتحاد في هذا الموضوع هو الذي أعطى هذا الموضوع حجم أكبر، وبالتالي تأكيده ونفي تدخله أعتقد أنهى الموضوع كاملا، ويبقى إجراءات يحق للاعب اللجوء لها والأخذ بها بعد ذلك. تناولت صحيفة الرياض خبر تأكيد رئيس نادي النصر السعودي عن الاجتماع القادم لإغلاق الشكوى المقدمة من اللاعب إبراهيم غالب. الصحيفة خرجت بعنوان تقول فيه: فيصل بن تركي لن نختلف مع غالب. حيث أكد رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعا مع لاعب الوسط إبراهيم غالب لإغلاق ملف الشكوى التي تقدم بها إلى غرفة فض المنازعات ومطالبته بالحصول على 14 مليون ريال. وقال: يعتبر غالب من نجوم الكرة السعودية وهو أحد أبناء النصر ولن نختلف معه. أيضا إبراهيم غالب نجم آخر، وقضية أخرى في نفس الموضوع المستحقات المتأخرة. نعم، مثل ما خبرتك اليوم هذه القضايا تكون حاضرة واردة بشكل كبير على مستوى العالم وليس على مستوى المملكة فقط، والمبالغ الفلكية في الاحتراف العربي خلنا نقول موجودة الآن، مثل هذه المبالغ 14 مليون وغيرها، تؤكد لك أن في النهاية يبقى العقد شريعة المتعاقدين، ويبقى من لديه حق فليأخذه ومن لديه عليه واجب فليقدمه ويعطيه. هذه أمور كلها حاضرة. والشيء الحلو اليوم في مثل هذه المواضيع، في هناك حبل ود بين الإدارة وبين اللاعبين، كسب ودهم نفس الشيء. مثل هذه القضايا لما تجد أرضية صلبة قائمة على أسس من المحبة، أتوقع لن تجد مشاكل في أن تحلها في أسرع وقت. طيب، نبقى مع صحيفة الرياض والتي غطت تربع نجم المنتخب السعودي محمد السهلاوي للقائمة العالمية في ترتيب الهدافين، لتخرج لنا بعنوان تقول فيه: محمد السهلاوي يتربع على قائمة هدافي العالم. حيث تربع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والمنتخب السعودي محمد السهلاوي على قائمة هدافي العالم لعام 2015 حتى شهر أكتوبر الحالي، متفوقا بذلك على نجوم العالم وفي مقدمتهم هداف منتخب الأرجنتين ونادي مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو، وهداف بايرن ميونخ ومنتخب هولندا روبرت ليفاندوفسكي. وتربع السهلاوي على قائمة الهدافين برصيد 13 هدفا في 7 مباريات خاضها هذا العام وحتى الآن مع منتخب بلاده. أثارت الردود الأخيرة التي وردت في الساحة الرياضية الإماراتية بعد تعادل المنتخب مع فلسطين والخسارة أمام المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المزدوجة تساؤلات كثيرة حول مستقبل المنتخب. يخرج يوسف السركال رئيس اتحاد الكرة للرد على كل تساؤلات الشارع الرياضي وتوضيح الصورة ولتوضيح الصورة نقرأ المزيد من صحيفة الخليج.
أثارت خسارة المنتخب الإماراتي من السعودية بهدف مقابل هدفين في المباراة التي شهدها استاد الجوهرة في جدة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018 ردود فعل كثيرة تجمع ما بين الرفض والغضب والحزن والأسى باعتبار المنتخب فقد نسبة كبيرة من حظوظه ولم يعد مصيره في يده كما كان الحال قبل تلك المباراة بالذات. وبرزت على السطح تساؤلات كثيرة بخصوص الحالة التي ظهر بها المنتخب، وقد كان السيركال حاضرا بردوده وبمنطقه الذي استقرأ به المصلحة العامة ومتطلبات المرحلة الحالية، ودعا في مجمل كلامه إلى ضبط النفس وعدم المبالغة في التشاؤم، لأن على حد قوله الحظوظ ما زالت قائمة ولم ندخل عمليا في حسابات أفضل الثواني التي يحذر منها الجميع. الموقف صعب وحرج بلا شك، هذه حقيقة لا يختلف عليها اثنان، لكن هناك حقيقة أهم وهي أن التصفيات لم تنتهي وأن الكرة لها حسابات متغيرة، مثل من قلبت حساباتها معنا فقد تنقلب على غيرنا، والمهم أن نعود ونواصل ونعمل ما علينا للنهاية. أما الحالة التي كان عليها المنتخب فهي كانت استثنائية وغير متوقعة بالمرة، وحتى الآن لم أجد لها سببا غير أن اليوم لم يكن يوم المنتخب ككل. واستطرد السركال قائلا: البعض في اجتهاداته يبحث عن متسبب أو ضحية أو كبش فداء، والبعض بدا وكأنه يريد الصيد في الماء العكر باستعارة حادثة الخروج من المعسكر في الأردن قبل مباراة فلسطين، وهذه كلها اجتهادات لن تفيد بالمرة، لأننا بالفعل مع هذا الجيل وهذا الجهاز الفني اجتزنا مرحلة كبش الفداء وتبادل الاتهامات بين أطراف المسؤولية، والسبب ببساطة أن الكل يقدر ويعمل من أجل المنتخب بكل إخلاص، ومثل ما كان الثواب يتم أحيانا على الملأ وفي السر أحيانا أخرى كصرف مكافأة الفوز في مباراة انتهت بالتعادل مثلا، يتم كذلك الحساب والعقاب بالطريقة التي تقتضيها مصلحة المنتخب نفسه، ولا تهاون في أي تجاوز، وعندما يحدث العقاب داخل البيت يكون الأمر مقتضيا لذلك بعيدا عن التشهير والإعلام. لن يوسف سركال يؤكد على ضرورة التركيز على اللقاءات القادمة والانتصار فيها، وبعد ذلك مع الختام ممكن التفكير في المركز الثاني ويعني منافسة المنتخبات الأخرى على هذا المركز. وبحكم مركزك رئيس الاتحاد لابد ما يعطي تفاؤل كبير في موضوع التأهل، لازلنا في 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 نهاية القسم الأول من المجموعات، بالتالي أنت عندك 4 مباريات، ولكن بالعودة إلى مباراة الإمارات والسعودية تجد أن المنتخب الإماراتي لم يقدم المستوى الذي يستحق عليه أن ينتصر في تلك المباراة، وهذا بقناعة ورضا الشارع الرياضي بشكل عام. أيضا لا تنسى أن المنتخب السعودي في تلك المباراة قدم أفضل مستوياته، والسهلاوي كان أحد النجوم اللي يمكن استطاع تسجيل هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة. في نفس الوقت العناصر اللي كانت دائما تصنع الفارق في المنتخب الإماراتي لم تقدم الشيء الكثير، يعني عموري لم يكن هو عموري اللي عرفناه في كأس الخليج وآسيا والبطولات السابقة، بل بالعكس هو كان سبب مباشر في الهزيمة من خلال عرقلة اللاعب السعودي الذي منها حسب ضربة جزاء وجاء من الهدف. لو تلاحظ بشكل عام تجد أن المنتخب الإماراتي في هذه المباراة تحديدا يعكس استمرارية انخفاض المستوى الذي جاء به بعد مباراة فلسطين، يعني في مباراة فلسطين لم يقدم مستوى يستحق عليه الفوز، استمر معه الأداء بانخفاض، وصل إلى أن يقابل منتخب سعودي منتشي بانتصارات 3، وجد المنتخب الإماراتي على أرضه فرصة سانحة الفوز فيها، يعلم أن فوزه على منتخب الإمارات يجعله يقطع مشوار كبير. فارق 5 نقاط الآن كيف ترى؟ صعبة على الإماراتيين في ذلك، إذا ما علمنا أن المنتخب السعودي في حالة انتصاره على في 3 مباريات القادمة دون النظر إلى مباراة الإمارات يكون قد تأهل وقطع بطاقة التأهل عن هذه المجموعة. طيب، أكد لاعب المنتخب اللبناني يوسف محمد في حديثه لصحيفة الراية أن المنتخب الكويتي سيدخل مباراته مع لبنان بحافز كبير للفوز بعد التهديد بالإيقاف الدولي لنشاط الرياضة الكويتية. تخرج الصحيفة على لسان يوسف محمد بعنوان تقول فيه: التهديد بالإيقاف الدولي يحفز لاعبي الأزرق لإلحاق الهزيمة بلبنان، حيث رأى الكابتن الثاني لمنتخب لبنان لكرة القدم يوسف محمد أن الحديث عن الإيقاف الدولي للرياضة الكويتية قد يدفع بلاعبي الأزرق إلى بذل جهد أكبر خلال مباراتهم المرتقبة أمام منتخب الأرز يوم غد الثلاثاء ضمن المرحلة السادسة
من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم وكأس آسيا، مؤكدا أنه كلاعب عربي يأمل في أن تحل جميع الأمور العالقة وأن لا يتم إيقاف أي منتخب يمثل المنطقة دوليا. إذن يوسف محمد، في تصريح يعني محاولة ربما لامتصاص حماسة لاعبي المنتخب الكويتي، وأكد بأن المنتخب الكويتي ربما تكون كلمة مسموعة بعد الأحاديث اللي دارت الأيام الماضية عن إيقافه دوليا. أول نتكلم عن توقيت التصريح من اللاعب سيكون أحد المنافسين للمنتخب الكويتي في المباراة، بلا شك هو يعي أهمية المباراة في حساسيته في هذا التوقيت تحديدا، خاصة إذا المنتخب الكويتي خرج بخسارة من المنتخب الكوري بهدف، يعلم أن مباراته في مباراته مع لبنان هي المحك الحقيقي له، يفوز ولا غيره يجعله في صلب المنافسة ويمكنه اللحاق بركب الكوري. في نفس التوقيت أيضا مسألة الإيقاف للكرة الكويتية والذي الآن متداول بشكل كبير، ربما فعلا يكون عامل مؤثر، ولكن مدى استطاعة الجهاز الفني والإداري للمنتخب الكويتي إبعاد كل هذه الضغوطات عن لاعبينه، متى ما حدث ذلك سيظهر المنتخب الكويتي بأداء وشكل مغاير عن مباراة كوريا. طيب، تدخل الحكومة الكويتية في مفاوضات مع الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية لمناقشة الوضع الرياضي في الكويت من الناحيتين القانونية والتنظيمية مع مبادئ الميثاق الأولمبي الدولي. المزيد حول الموضوع نقرأه من صحيفة القبس. يبدأ وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود مباحثات مع اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية اليوم لمناقشة أوجه توافق الوضع الرياضي في الكويت من الناحيتين القانونية والتنظيمية مع مبادئ الميثاق الأولمبي الدولي. وتلبي زيارة الوفد الحكومي الذي رأسه الشيخ سلمان الحمود والوفد البرلماني دعوة وجهتها اللجنة الأولمبية الدولية لعقد اجتماع في مدينة لوزان في أعقاب إنذار من اللجنة بإيقاف النشاط الرياضي في الكويت بسبب ما أسمته عدم تماشي القوانين الرياضية مع اللوائح الدولية. وأوضح الشيخ سلمان الحمود أن الاجتماع المقرر إقامته في إطار ما تم الاتفاق عليه بين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إثر اجتماعهما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي. وقال أن الوفد على ثقة بأنه سوف يتمكن من توضيح الموقف أمام اللجنة الأولمبية الدولية، لا سيما أن قوانيننا متوافقة مع مبادئ الميثاق الأولمبي الدولي وأيضا مع المعايير الدولية ذات الصلة. وأكد أن الكويت تقدم الدعم المالي واللوجستي للهيئات الرياضية وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية الكويتية. ومن المقرر أن يحضر اجتماع اليوم وفد من مجلس الأمة يضم رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف وعضو اللجنة الدكتور عبدالله الطريقي بهدف تفنيد ادعاءات التدخل السياسي في الشأن الرياضي الكويتي، إضافة إلى رئيس الهيئة الشيخ أحمد المنصور. كما أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد مع أعضاء في اللجنة. وسيجتمع الوفد مع عضو اللجنة الدولية المنتدب لمتابعة استقلالية الحركة الرياضية الإيرلندي باتريك هيكي ورئيس الاتحادات الرياضية الصيفية الإيطالي فرانشيسكو بيتي. ينهي العنابي القطري تدريباته مساء اليوم الاثنين استعدادا لمباراته غدا الثلاثاء أمام نظيره المالديفي بالجولة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019. صحيفة الشرق أبرزت استعدادات العنابي في عنوان كتبت فيه جاهزون، حيث سيؤدي العنابي مرانه الأخير في السادسة والنصف من مساء اليوم بإسباير بمشاركة جميع اللاعبين الذين تضمهم القائمة. ويسعى الجهاز الفني للعنابي بقيادة الأورغواياني دانيال كارينيو مدرب العنابي في استغلال المران الأخير للتوصل إلى تشكيلة النهائية التي ستخوض المباراة، كما سيقوم مدرب العنابي بإعطاء تعليماته الأخيرة والتي ستتلخص في شرح طريقة اللعب والتي سيتم تطبيقها في اللقاء، وسيتم التركيز في مران الليلة على الجوانب الفنية.
تناول الكاتب زيدان الربيعي في مقال بصحيفة المدى العراقية الثقة الغير متواجدة في الاتحاد العراقي لكرة القدم مع المدربين الوطنيين في قيادة دفة المنتخبات الوطنية. مزيد من التفاصيل نقرأها لكم في سطور المدى. عبر متابعتي لأحاديث بعض المدربين المحليين الذين يمتلكون التاريخ الناصع سواء عندما كانوا يمثلون المنتخبات أو بعد اعتزالهم وتحولهم إلى عالم التدريب، وجدت أنهم يشعرون بالظلم والتهميش والإقصاء من قبل المسؤولين عن اختيار مدربي ومساعدي المنتخبات الوطنية، لأنهم يشعرون إنهم لا حق بالتواجد مع الملكات التدريبية للمنتخبات الوطنية استنادا إلى تاريخهم الكروي كلاعبين ومدربين. ومن أبرز هؤلاء نجما منتخبنا الوطني في ثمانينيات القرن المنصرم شاكر محمود وحسن كمال. وعبر متابعتي لسيرة المدرب شاكر محمود في عالم التدريب أجد أنه من الكفاءات التدريبية الكبيرة التي ظلمت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، كونه يستحق تسلم مهمة تدريب أحد منتخباتنا الوطنية بجدارة كبيرة من دون الحاجة لأن يقدم سيرته الذاتية إلى لجنة المنتخبات أو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة، كون سيرته التدريبية يعرفها القاصي والداني، فضلا عن مسيرته في الملاعب التي ليس عليها أي غبار. والحال ذاته ينطبق على المدرب حسن كمال الذي نجح في مهمته التدريبية في الملاعب القطرية لسنوات طوال، وهو الآن بحاجة ماسة لكي يأخذ فرصته كمدرب يمتلك الكثير من الطموحات ولديه الكثير من الأفكار التدريبية التي يمكن أن تفيد الكرة العراقية في المستقبل. لذلك أتمنى على اتحاد الكرة أن يضع هذين الاسمين الكبيرين أمامه عند تسمية المدربين المساعدين للمنتخب الوطني بعد مباراة منتخبنا ضد فيتنام، لأنهما يمتلكان طموحات كبيرة في عالم التدريب، وكذلك يمتلكان الشخصية المؤثرة فضلا عن السلوك الحسن والتاريخ المشرف، ولهما تأثير كبير على جميع اللاعبين، وهذا التأثير ناجم عن شخصيتهما المتوازنة وكذلك من تاريخهما المشرف في الملاعب وفي التدريب. إن العملية التدريبية ليست سهلة، إنما تحتاج إلى مواصفات معينة مثل قوة الشخصية والحضور والتأثير باللاعبين، وكذلك الحصول على محبة ومساندة الجمهور والتعامل الجيد مع رجال الإعلام. وأعتقد أن هذه المواصفات موجودة عند الأسماء التي ذكرناها، ونأمل أن تكون موضع ثقة وتقدير من اتحاد الكرة في المستقبل من أجل الصالح العام للكرة العراقية التي أصبح وضعها الآن لا يسر. إذا نستشف من كلام زيدان الربيعي أنه من الناس الداعمين وبقوة لتواجد المدرب الوطني مع المنتخبات العربية وبالتحديد مع منتخب بلاده منتخب العراق، تؤيد نعم. هذا التوجه؟ أؤيده بشكل كبير لسبب مهم جدا. الكرة العراقية دائما ما حققت إنجازاتها على أيدي مدربين وطنيين، يعني مرورا بعمو بابا وغيره من المدربين من العراقيين. اليوم لما نتكلم عن المنتخب العراقي شاهدنا مباراته الأخيرة، المستوى يمكن ليس هو المستوى اللي يمكن يتمناه الجمهور العراقي والمتشجع العراقي للمنتخب، ولكن يبقى أنت لديك ذخيرة كبيرة من المدربين الوطنيين. الكاتب طرق إلى ثلاث كلمات تحديدا وصف فيها الجو العام في العراق واتجاهها للمدرب الوطني، لما قال عن الظلم والتهميش والإقصاء. يعني لما تشعر اليوم أن المدرب هذه الصفات الثلاثة ربما يتعامل معها المسؤول عن الرياضة، لكن أعطي المدرب الوطني أعطي الفرصة فرصته الكاملة، ولكن لما يكون هذه الأجواء أنت تعيشها بهذه الأجواء تشعر بأن هناك نوع من عدم الرضا من الجانب المسؤول عن الكرة الرياضية في العراق المدرب الوطني. ولكن يبقى فعلا مدربين وطنيين على مستوى عالي وصلوا بالكرة العراقية إلى العالمية إلى الأولمبيات، يعني كلنا نذكر عدنان حمد مع منتخب العراق، عمو بابا أيضا وغيره من الأسماء كبيرة كثيرة. أتمنى فعلا أن يكون المدرب الوطني العراقي والعربي حتى مكانه إذا لم يكن هو مدرب المنتخب الأول يكون هو المساعد، تعطى صلاحيات أيضا في هذا الجانب. جميل. انتقل إلى مصر مشاهدينا الكرام، حيث يلتقي منتخب مصر الليلة وديا مع منتخب زامبيا على استاد محمد بن زايد العاصمة الإماراتية أبوظبي. صحيفة الأهرام تابعت فكتبت تقول الليلة مصر مع زامبيا في استاد محمد بن زايد بأبوظبي،
ويعود المنتخب أو يعول المنتخب كثيرا على تلك المباراة للإطمئنان على حالة اللاعبين الفنية قبل الدخول المرحلة الحاسمة من مراحل التصفيات المؤهلة للمونديال ونهائيات أمم أفريقيا المقبلة، حيث أنه من المقرر أن يلتقي المنتخب المصري الفائز من تشاد وسيراليون في شهر نوفمبر المقبل في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات المونديال بروسيا 2018. وفي الجزائر، حيث سيواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره منتخب تنزانيا في الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2018 مطلع شهر نوفمبر القادم. صحيفة الفجر تابعت فكتبت تقول: الخضر يصطدمون بتنزانيا في الدور الثاني لتصفيات المونديال، حيث يهدف المنتخب الجزائري لضمان مروره إلى دور المجموعات من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، وذلك بتخطي عقبة تنزانيا الذي نجح في الإطاحة بملاوي في اللقاء الذي جمعهما لحساب الدور التصفوي الأول، ليكون المنتخب التنزاني هو المنافس القادم للخضر في تصفيات المونديال في لقاء فاصل سيجري على مرحلتي الذهاب والإياب، حيث ستلعب المواجهة الأولى بدار السلام في 9 نوفمبر المقبل، على أن يجرى لقاء العودة بعدها بأسبوع في الجزائر. المنتخبات العربية الإفريقية أيضا تحضيرات على مستوى عالي وتأهب لمرحلة قادمة حاسمة تصفيات مؤهلة لكأس العالم وأمم أفريقيا. يعني لما نتكلم عن مصر مع تشاد، لقاء المنتخب المصري الفائز من لقاء تشاد وسيراليون سيلعب مع مصر، الجزائر اللي قابل تنزانيا في مباراتين اليوم، تشعر المنتخبات العربية نوعا ما تصفياتها أعطتها نوع من الأفضلية عكس يمكن البطولات السابقة، حتى نشاهد في الأدوار القادمة أكثر من منتخب عربي في هذه التصفيات. يبقى مثل هذه المنتخبات، يعني لو قارنا الجزائر مع تنزانيا، التاريخ والمونديال الأخير وصل للجزائر يعطيها الأفضلية في أنها تكون هي التي تحجز لها موطة قدم في التصفيات المرحلية. أيضا منتخب مصر، ربما يمكن الكرة المصرية نوعا ما تراجعت في الفترة الأخيرة، لكن يبقى للمنتخب المصري اسمه ولاعبينه وتاريخه حاضر في مثل التصفيات. نتمنى فعلا أن نشوف منتخباتنا العربية الأفريقية حاضرة بشكل أكبر في المراحل القادمة إن شاء الله بإذن الله. فاصل قصير مشاهدين الكرام، وبعد ذلك ننتقل للصحافة العالمية. نبدأ المشوار من ماركا الإسبانية التي تحدثت عن فيروس الفيفا والإصابات التي تلاحق لاعبي ريال مدريد بعد انضمام لوكا مودريتش إلى قائمة المصابين. الماركا رصدت آخر المصابين فعنونت تقول: مجزرة، حيث طالت الإصابات الكرواتي لوكا مودريتش الذي من المتوقع غيابه عن مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي، وكان النجم الكرواتي قد تعرض للإصابة مع منتخب بلاده أمام بلغاريا. مودريتش انضم إلى بيبي وراموس وكارفخال ودانييلو وخيمس وبنزيما المصابين. ريال مدريد سيفقد نصف لاعبيه في مباراته القادمة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني. غيابات الجملة إذن في ريال مدريد، نجوم بارزين جدا وسبب أيام الفيفا ومباريات المنتخبات. هي فعلا مجزرة عندما يغيب عليك أكثر من لاعب في مباريات حاسمة مع منتخبات بلادها، تأتي بعد ذلك في دورياتها المحلية وتجد هنا أكثر من لاعب. يمكن ريال مدريد بالذات في هذا الأسبوع تحديدا هو الأكثر عرضة لإصابات لاعبينه، 7 لاعبين بلا شك مؤثرين جدا. يبقى فعلا أن الريال قادر على تجاوز هذه الإصابات من خلال الكتيبة الحاضرة معه، لكن الريال بالنجوم الحاضرين اللي راح يغيبوا في الفترة القادمة غير مقنع، يعني والجماهير لا زالت إلى الآن تنتظر ما هو أفضل. يعني عندما يحدث هذا الكم من الغيابات، لا تتوقع أنه ريال مدريد ربما يتأثر؟ بلا شك سيتأثر بهذا إذا ما علمنا أن حتى المنافسين الآن يحاولوا أن يجدوا الفرصة للإطاحة بالأندية الكبيرة مثل الريال والبرشا وغيرها، فهم في تحدي مع أنفسهم أولا وتحدي مع الفريق الذي سيواجهونه. اللي تتكلم أنت عن الفرق تبقى هي مستعدة أكثر، منتظمة في لاعبينها، ليس لديها إصابات، مستوى الطموح لديها أكبر في أنها تقدم مستوى كثير رائع مع هذه الأندية، حتى تقول نفسها بأننا حاضرين. ليست الدوري فقط على نادي أو اثنين، بل هناك أندية ممكن أن تقدم الشيء الكثير متى ما وجدت الفرص السانحة لذلك. جميل.
صحيفة الميرور البريطانية تحدثت عن تصريح لاعب بايرن ميونخ والمنتخب الألماني توماس مولر الذي ذكرت أنه يذكر نفسه بمانشستر يونايتد. صحيفة الميرور خرجت بعنوان على لسان مولر وقالت فيه: أروني المال. حيث ذكرت الصحيفة أن مولر قال: أي شخص يقول أنه لا يهتم بالمال كاذب. مانشستر يونايتد كان قد أبدى رغبته في ضم توماس مولر في الصيف الماضي، وأتى الرفض من إدارة الفريق البافاري أن اللاعب ليس للبيع. مولر وكأنه يلمح لرغبته في الرحيل عن الباير، ويؤكد بأنه من يرفض المال كاذب على حد تعبيره. نعم، دائما مثل هؤلاء اللاعبين عندما تخرج منهم التصريحات يعلموا الكلمة التي سيقولونها، لذلك هو يعلم أن إدارة الباير تعلم أهمية هذا اللاعب وتأثيره على الفريق، ومع ذلك الرغبة التي هي بداخله ربما يكون لها أثر من خلال تواجده بتجربة جديدة خارج الديار الألمانية. فهو بهذا التصريح لا يقطع حبل الود بشكل كبير، بقدر ما أنه يشير إلى فكر ما بداخله، ولكن بطريقة لا تجرح الآخرين، بقدر ما أنها توصل فكرته للمسؤولين عن النادي. هل أيضا هي إشارة من مولر لأنه يطمح لأن يتحصل على مكانة أفضل في البايرن بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، لأنه بشكل أو بآخر قلت قيمة مولر بعد قدوم بيب غوارديولا، وهذا الآن اللي يمكن هو يريد أن يوصلها لغوارديولا بشكل غير مباشر، بأني أنا الآن لي مكانتي على مستوى المنتخب على مستوى ألمانيا بشكل كبير، ولكن لم أخذ حقي من اللعب في هذا النادي من خلال بعض طرق المباريات اللي يمكن ينفذها المدرب في بعض المباريات. لذلك هي رسالة غير مباشرة، أتوقع أنها وصلت، وبالتالي هناك ربما نسمع عن خبر ببقائه ونهاية مسألة الرحيل عن البايرن. جميل. وإلى خبر آخر، المدرب الإنجليزي سام ألردايس مدرب نادي ساندرلاند الإنجليزي قال أنه يحلم في تدريب المنتخب الإنجليزي. صحيفة ذا صان البريطانية رصدت حديث المدرب فكتبت على لسانه: ما زلت أنتظر تدريب المنتخب الإنجليزي. حيث أعطى ألردايس صاحب 60 عاما نفسه فترة راحة قصيرة بعد أن ترك وستهام نهاية الموسم الماضي، وانضم إلى ساندرلاند الإنجليزي خلفا لأدفوكات. ألردايس ذكر في تصريح تمنياته بأن يقدم الاتحاد الإنجليزي عقدا له لتدريب منتخب الأسود 3 في المستقبل، رغم أن المنتخب الإنجليزي يقدم أداء جيد مع المدرب روي هودسون الذي حقق العلامة الكاملة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2016 في فرنسا. ألردايس يفكر في تدريب منتخب بلاده سريعا. حلم، ولكن يبدو صعب المنال في الوقت الحالي مع رودي هودسون في المنتخب الإنجليزي والنتائج الإيجابية اللي حققها، ولكن يبقى مجرد أحلام، ربما في يوم آخر غير هذه الأيام اللي موجود فيها رودي هودسون مع المنتخب الإنجليزي. طيب. نترككم الآن مشاهدينا الكرام مع عدسة الصحافة. كان هذا الكاريكاتير والفقرة الأخيرة من برنامجكم برنامج عناوين لهذا المساء. الختام مشاهدينا الكرام، أتوجه بالشكر الجزيل للزميل العزيز سعيد الهنداسي صحفي بجريدة الشبيبة، شكرا لك سيد. شكرا لك. الختام أيضا، نتقبل تحياتي وتحيات طاقم العمل، وإلى اللقاء.